يا ولد سيد الرئيس يحشي لازم فلا تسكت اخوانا شباب اللهم خلي الزعيم تمسكوا بهذا الرجل لان هو هذا الشخص اللي رفع اسم الديوانية وخلاه رقم صعب بالدوري وهدف خامس لفريق الشرطة لو كنت مدربة لنادي الديوانية في مباراة الشرطة ايه راح تخسر خمسة ما اخسر خمسة ما اخسر خمسة ما اخسر خمسة وقلت له اني ودزيت له رسالة قلت له لا تهتم سيدنا والخسارة واردة بس بهاي الكمية لا يحاول التزيد والسابع السابع السابع بتحط نفسك في مواقف بايخة تغطيتها من ليلة مباريات الدولة الثالث منك أسرف وإلى الأخ الكبير العزيز السيد العنكوشي المحترم الله يوفقكم إن شاء الله جميعا ترى أرد قلبي حبيبي تفضل تعال شوف شلونه ذهبي جايبي جديد وحلو ويخبل يلا برزك اليمنى يلا 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 توكل يا أخي أدري سيد بس أسألك سؤال سيد أنت وصي علي أنت ولي يعني هم ما مطيني حقوقي وهم تريدني اروح تموتني من الجوع انت بيش مأذيني انت دمرت حياتي تحتقر انت تحتكرني سيد عمي قدام العالم ما يصير عمي ما يصير احنا نروح الاسم بقى احنا نروح الاسم وكل واحد ياخذ نصيبه هنا نعم كابتن سمير ما حقق اي نتيجه ايجابيه فقط الفوز على نادي السماوي 1-0 يا دنيل انتم يا ولد نتائج لا تلبي الطموح بصراحه كابتن سمير اخونا وعزيز علينا وحبيبنا كابتن سمير لعب لعبات وديه بتشكيلات مختلفه لعبنا لعبات وديه مع فرق شعبيه خسرنا خسارات مو عاديه خسرنا مع عفت خسرنا مع مع مع, مع نادي فرق شعبية هسا هم مليانة أنا تهزأت يا أخوان بالمناسبة عم قدام العالم عم ترى أكلتني ساد علي أنا قالوا أول ما وقع سمير ويا العنكوشي أخذ 50 مليون ترى عمي غير 5 ملايين راتب ما مستلم وين أنت رزمة أنا رزمة بس راح أذكرك أنت حلفت بأعز إنسان عندك انت حلفت بابنك وحلفت بسورة ياسين لا شيء اسمع 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 انت انت وسورة ياسين انت وسورة ياسين تتجازل قلبك عامر بالايمان لان انت ظلمتني انت ظلمتني وقدام العالم احكي لك حرام انا ما سويت لك شيء هي شغلانة بقى اتفضل قوم اتفضل اقعد بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا سمت انا لا احلف ولا عندي التزام ديني ولا رجل مرتبط بالدين على صلاة الفجر وقفت له ايوه بقى قلت له انا حضرتك عندك انا عايز فلوس كويس فجأة يا خالي النور اللي في وشه ده طفى اعوذ بالله والنسر اللي على قرط طار وقال لي انت مالكش فلوس عندي وجبت لك ارقى لاعبين من الجوية يا هو حسين محسن ارقى لاعب روح روح الك بس انت والله تتجازه وانا اعرف شلون اطلع حقوقي واحنا على 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 الدرب ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله سيد الله يوفقك الله كريم فلوسك ما ريتها لك فلوسك ما ريتها لك فلوس 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 ما ده حاجة عجيبة يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني يا ولد سيد الرئيس يحشي لازم فلا تسكت اخوانا تمام شباب
يخرب عقلك، ده انت مسخره.